من كان وراء مآسي العائلات وفاجعة الآباء والأمهات في فلذات أكبادهم عندما اختطفوا واغتصبوا فجأة؟ شواذ معتدين غيروا طبيعة خلق الله وخرجوا عن العقل والمنطق حتى وصلوا إلى البهيمية، غاب عنهم العقل والصواب تحت مرض ما زال يتسبب في حوادث أخلاقية. يعني يشوف بنت من حسم جيبتهم والو، بس هو كي يشوفون حسم جهته حاجات بزاف. لا يمكن، يا لا يمكن يعني لعقل أن يفكر بأن الرجل عندما يعاشر الرجل وش النهاية ما هي؟ المنطق يحتار. مي وش نديرو احنا؟ هذا الشيء فينا احنا، وش ندير؟ ما نكونش آلاز مع واحدة كما نكون آلاز مع واحد، تو سامبلومون. لعن الله من عمل بعمل قوم لوط، لعن الله من عمل بعمل قوم لوط، لعن الله من عمل بعمل قوم لوط، كررها ثلاثا. شواذ جنسيا وعقليا لابد أن يكشف الستار عليهم لنتكلم عنهم لسبب واحد: مشكل أخلاقي يواجهنا ومجتمع مهدد سلوكيا. صح، لهم حرية التعبير، بصح ما عندهمش حرية التبهديل. قالوا أنا نتبع رجال، نحب رجال، الله غالب، كيفاش يقولوا، عنده شعور من جهة الرجال، ما يحس، ما عنده أوكان سنتيمو من جهتي أنا وطنك مرتو ولا من جهة نانفخت مرة. المرض ليس عيب، ولكن هذا الأمر كبير من الكبائر. الشذوذ الجنسي موضوع حلقتنا القادمة من برنامج الخط البرتقالي في حلقة خاصة للكبار فقط، تأتيكم ليلة السبت الساعة 9:30 على قناة الهوغار. انتظرونا.